بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، اسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير. نحييكم دائما مجددا حقيقة في هذا اسبوعنا التاسع هنا من طلقات سن اللقاية. مسافتنا 4 كيلومترات، 24 شوطا تتنافس فيه هذه الشعارات. أصحاب سمو الشيوخ وأبناء القبائل، نتمنى في هذه الرحلة في هذه المحطات الكبيرة التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين هنا في هذا اليوم. ما شاء الله 4 كيلومترات، يا سلام. انطلق الشوط الأول خصص لإبكار المحليات الأصايل، وكما تعلمون دائما هذه الانطلاقات تأتي بالتوجيهات السامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبالتوجيهات السامية والدعم دائما لهذه الرياضة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الله رعاه الله. وأيضا هناك توجيهات دائما ودعم لا محدود لهذه الرياضة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. شكرا دائما لأصحاب السمو الشيوخ على هذا الاهتمام الجميل لهذه الرياضة العربية الأصيلة، هذا التراث الذي أوصى به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنات. شكرا لنادي دبي، شكرا لجميع اللجان العاملة على أرضية هذا الميدان. شوط الإبكار المحليات هناك، ونذهب إلى الصدارة اللي هي مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، بينما اللي في المركز الثاني هناك شواهين للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن عبد الله بن دبيله. النقلة على المركز الثالث هناك المايدية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن علي بن واس. انتقل وياكم رابعا هناك اللي هي عهد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. نقلتنا الى المركز الخامس اللي هي زعفرانة سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم هير بن سيف بنواس. سادسا المركز السادس، يا سلام، الله يسمحه، سمح الله طريجة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان. سابع المراكز هنا من تأتي في هذه اللحظات زعفرانة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان. النقلة على المركز الثامن والتاسع والعاشر كلها اللي هجن ند شباب سالم سعيد في عملية تضمير. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي والعد التنازلي لهذه المراكز. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى التوفيق، نتمنى الناموس لهذه الشعارات إن شاء الله في يوم الختام، في يوم الختام في هذه المهرجانات الجميلة أيضا هنا التي تقام على أرضية ميدان دبي الميدان الذكي مهرجان ولي عهد. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. الله أشوف 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 مياسة العود ما زالت صامدة حتى هذه اللحظات، صامدة حتى هذه اللحظات على المركز الأول. يلا يا أبو سعيد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في التضمير، بينما اللي في المركز الثاني هناك من تأتينا المايدية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن علي بن واس. وصلت شواهين أيضا هناك من الجانب الآخر اللي هي تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مكتوم، وفي عملية تضميرها العملية التضمير هناك محمد بن عبد الله بن دبيل. النقل على المركز الرابع سمحه سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان. المركز الخامس والسادس والسابع كلها اللي هجن الدشبه سالم سعيد في عملية التضمين. نقترب نقترب من البوابة الكيلو الأخير. الله يا مياسة، الله يا مياسة، مسيطرة صامدة على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. يا سلام يا بن حلوة محمد بن سعيد بن حلو، ولكن أرى الأمور، أرى الأمور خطيرة 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 من قبل شواهين للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم
محمد بن عبد الله بالدبيلة في عملية تضمينها النقلة عن المايدية ثالث المراكز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. الله عبد الله بن علي بن واس وصلت هجن ند الشبا وصلت هجن ند الشبا وصلت هجن ند الشبا مع الشاهينية لهجن ند الشبا سالم سعيد في عملية التضمير ما شاء الله تبارك الرحمن. مياسة 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 شواهين والشاهينية ثلاثية جميلة لمن هذا الشوط. الله يا شواهين شوف شوف شواهين اللي غيرت ولكن شواهين الشاهينية من الجانب الثاني الشاهينية تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن من هجن الدشبة سالم وسلمت يمينك يا سالم ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الشاهينية غيرت على الصدارة هجن الدشبة سلام سلام إلى هجن الدشبة وداعم هجن الدشبة تاني لسالم سعيد المركز الثاني الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد المكتوم الشواهيني مركز الثالث مياسة ليس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع الشاهيني من هجن الدشبة وخامس المراكز المايدية ليس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 6 دقائق 10 ثواني 57 جزمة الثانية تهانينا والناموس.